أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلامة يا أعلن سيدة ميديا يددك كشقي سودا يعود كان هدو إلسو قاس فرماتشي واشايدان لوصو دري سومالي مالنتي إن أي أوتشيرين بكالي ربط بعد قرن أي أوتشيرين إن محاي هيتو أي الله ما تروح ترسدنا بدك توي هذا السرسارة أسرع عنه ساسية نينك السرسارة ها أسرع عنه ساسية ما أنت أنا نفسي باهية حرق وحرق وفرماتها كذا بفرعي حرق وحرق وفرماتها كذا بفرعي حبضنا مهرعي ضل كان صوت وفرماتها سينك وما صعده حرق على حرق الحرق أسرع فرعي دور شد أسرع فرعي وحلا وحلا سمين لا أسرع فرعي ما أنت اللي بدها ما تروح لو ترسدنا بدك توي فرماتها ما أنت سوق بشرها ما أنت أصلا السرسارة قيان استهبا أنك بعرتين اللجوي نه ساسية فرماتش إنه حيه أو قيانستي أو توجيه وكل قين الرابلي أسرع مركز لش قينا يا أنا إنه أساسي هدوس إنه أساسي لين فرماتش مرة راح كرر السنة دل كنا مرة دور شيء عادله مركز واحد وياي حد ولا تاجين حبض ما هو رئيس دل كسبت وفرماتش وحرب حركة إنه فروان سيح وجي سنة مال بعيدا يبرو سيد يا سنة فرماتش واقصوى ده دقع لسه كده مدح وين ما وقت يسوى لما ده وشيدان الله صدري وعويد بدن هذا حبض دل سكر دقيت حبض هرت ويل بكون أنت ويل كمرة شيء حبضنا واحد الجهر عرر ما لكن هذي اللي راح تعطى طلك حبضها لقى إلالي وحوي فرماتش أسوه وحوي أما الدور شذا أن حظ أن كوجو ليستو أما أن ضدك الله يو وضنك قال العصا ورس هذا لبذا أم بقصة هذا ورا أم ماذا أنت يسكت تكتان فرماتش استقالي كنت رع توج أبا أوش قينه يسوي لي بقبيل كويها كذا لطوط بقول توج بلص عطوه وحوي أفرت رع وكوضة توج هذا صحابي سكوضين بقول ويا قام سقماس ويا توج يقبل قبل ما بلقى وياه بالصومالي فرماتش هلو جد هلا دعوي وح كلام له عن نيكا قصوده إنه يقدون كورن بعركة نيكا دعوت هلا جد بيو إسلو سرها بس ما هن الشعب كورن تسكو حرمان نيكا هلا دعوي إنه قصوده وقت جسوا لما ري ضل كي ببربرنا لبات وقوة ذا مرك الشلة ما دحتوا يدا لو متر لوتر سد إسلو سرها نقص هاس عرر نجا عير شيء مرك واحد ويا نيكا إلا دعوي أو دعو إنه يا قصوده كرنا قدم بلاء أو شعب بدن الله يو قارن أفضل تكون مقيم عنتي وإنه جد دعوي إنك دعوي اللي جد فيها سك الله ملا السلام عليكم ورحمة الله على السلام ذي والسلامي لا هي ذا الحفظة لا هي هي الحفظة أتكني أرجن ذكر لا هي أتكني أرجو ذا قرش وإذا السلامي وحن عوض الله بورن دوا نقص حواي كلان كلان كل كب كوهر لما كان كمين من كل يلاد حصل على قيفي حصل على قيرو وحالي شمبر بري دبقى دالي شمبر إن على قيرو بري وحالي شمبر دبقى دب دب كله بولها برتيد كل جسالي إن على قيرو عذاب كدران كد كده عذاب كدران كد كده كد كده قال سيدات بدات قال سيدات الله كدر والله حق جوك اللي في ما لعجد ويس ما هنتبعد ويس محولات ويس من وحاتها مرصدة ولا يقال أعان من وحاتها ولا لو ما خير القرف كم بطل المياه أيام دو أيام اللي شيء غير فرق وني كان سياد براد عليه يا باتري لها سياد براد عليه وني كان ومرصدة يبكو kal isugu taageen sabdiyo dhaw ku ogliin ee ilaahay oo ku dhaleen dhahay oo habartay in la joogta ku dhacay anigu habartay wax ka sheegmay hadaan garac ahayn maxaa ku kulifay ila fahd yasiin la shirto fahd yasiin ila la shirto maxaa ku kulifay ninka shala ku ceebay oo sharafta ka qaaday oo sharafti aan lahayd ka qaaday markii hore la ugu shaqeystay asaga iyo kudkude qabiilkaagu u goodi lagu yiri ee sida Obama u hadal wariyaha lagu yiri iyo ninka madaxweyne oo ra'iisul wasaari oo kalada amal iska dhigaysay ya wax ka sala waad qaadatay waxaad uga karto nimankan isla cunteen oo isla dhacdeen wax kasta waa samaysatay meel kasta waa tagtay in aad qeyre maba ku dhihi kara qey muxuu ahay xasarow sababta ku geeyay Fahd Yasiin maxaa la yiraahdaa maxaa la yiraa shalay laagta qabta maxay xanbay ahayd waa lagu ogyah laagta aad qabta maxay xanbay ahayd wallaahi وبالله وتالله كتابك جان وحنا وكبار تماها ابتلو 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 اكو دعي انت لا شرطه
iyo farmaajo idinku maamulaya, idinku leynaya, idin kala diranaya, dadkii kala xadaya, lacag kala siinaya cashuurtiinii ayaa idinka laydin qayqaymin farmaajo intuu idin qayqaybiyo oo idinku kala xaday idinku dilaya. War dadkii hawiye waa la dhameeyey oo farmaajo iyo siyaad barre waa walaalo waa dad ilmaadeera oo uu idinka aargoosanayaaye hawiye weyne waxaan u sheegayaa magaaladiina inaan laydinku maamulin walaalayaal
او اند کعدان اد بنام با انت سمايسان اد ودوين كه سيحتان اد بورك كه كو ارتان فرماتش مرم نه هنگا بحو وارمان تيكسوا ايدن مريه هبليه ني يه ادول به مريه دلير تيني ايا مان تراشين كي داد که مساکین تان لکه اینی ایو دیدو ویده دن مرحبا وار مال وال بوحو تاگه ایم حان کنو افکیم بسامه ایو وار محمد حسین رابلو دانی ایو دیلو وار فرماچان نگا نقانو سیاد بران نقانا او تبیگی سیبو کسو عدای وار که اهویو ورده دا که دیرد کو چلتان عبدالله بلوان با هورا ایدین که دالی سودو ایدین که دواقه ایو والله بالله تالله ما تقبر قبرنا هوية لجورسة هذه ما تنكاسي ودك هنا يدكوا جميستو أو عشرتين الله يدكوا لايو أو متكين الله لايو أو قارو إبسدي قارو لايو وكرك تاي ما هذا قلده وجوشر تاي لا مسنتين أفرتان سنة شو قال جود لايو قار قاريو برايا يعيش جيران يا برايا نسل وصعدا إيه روبلك صهور تيت سري ورمي إذا نيج لحين ما روبلك جرب كسرتان وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك ee farmaajo madaxweyne ku sheeg maaha madaxweyne farmaajo wuu dhamaad madaxweynnimadiisi dhinac ka wada mara roobla waa inaad dhinac saartaan ninka waa inaad iska saartaan walaalayaal wuu idin dhameeyay dhig yeesha maanta magaaladiina iyo cashuurtiina iyo lacagtiina isagoo waqtigiisa dhamaaday madaxweyne waqtigiisa dhamaaday inuu haddana idin ku laayo oo idin taagtaagnaado waa idin ku ceeb ha samcadiina ayaa dhulka galaya maanta dad ninka iska celin weydaan kaka aw banaan bay dibada saaxda oo boorka ku qora oo ma rabna dhahan ninkan hana dhaafadhe is xukuma idinku nin dhaxdiina ka doorta wadankiina xukuma oo cashirtiina xukuma oo waxa liyaala waxaan idinka aanahayn dibada u soo saara ha oo xukuma magaaladiina oo nin dambayo idin soo hoos gelin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa axmed maantana waxaan rabaa in aan maaragtay ka hadlo voting rights issue meesha ka taagan oo ah shirka maanta loo fadhiyo inta aynan soo bixin qodobada aniga ayaa soo saarayo qodobka ku wanaagsan kuraasta la isku haysto taasoo ah kuraastaasi xalkooda waxa uu naqanahayaa oo leh marka ugu horeyso oo lagala hadlahayaa beesha kuraasta leh haddii lagala hadlo qof kale minus meeshii xal looma hayo marka xalka waxaa leh qofkii la dhacay ayaa xal laga heli karaa midowga musharixiinta marka waxaan uga digahayaa waxa ayna responsible ka ahayn inay faraha la galaan sababtoo ah wax wanaaga oo uga soo baxahayo ma laha hana ogolaanina hana diidina waxaa tiraahdaan annaga responsible kamayn ihin beeshii soomaaliyeed ee laga dhacay kursiga ayaa ka hadli karto oo annagu meeshaas wax nooga bannaan ma laha laakiinse haddii idinka maaragtay laydinku qoro tirto waxaad naqanaysaan kuwo la mid ah kuwii wax dhacay oo isku meel ayaad kasoo istaagaysaan waxaa la rabana oo maaragtay shirka gadaal iyo hore laydinkaga geliyay oo aadan dhaxda kaga ogeyn waxa ay tahay in maaragtay baawurkiini hoos loo dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha calan sidi media waxaan maqlaynaa farmaajo inuu dhisaa iyo faad yaasiin iyo kooxdoodu inay dhisaayaan dowlad cusub ay ku kordhisaayaan magaalada xamar iyo maxay ahayd iyo deegaanka ay kor joogaan maaragtay ay ku dhisaayaan dowlad cusub oo dadkii muddo kirsigiisa kasoo horjeeday maaragta uu wacday hadday saraakiil yihiin iyo hadday wax garad yihiin iyo hadday maamul goboleed iyo kuwa xukumi jiray hore yihiin ee uu wacanayo maaragta xabad xabad uu ugu wacayagoo isogeyn ee madaxtooyada iskasoo biixiyaan ee meesha gurigiisa ugu tagaan runtii dadka soomaaliyeed oo sidaas oo aad aan u cambaareynaa runtii dadkii muddo kirsiga kasoo horjeeday wuxuu u dilay iyo wuxuu bahdilay maahane
كوي كله هاد دارين وحبت حبت وجو عضو مارك تي سس بيحيان حافيس كيس يعني جوري سس بيحيان رنتي وأوح لقى حمادان ليه هاي مركا رنتي تدبلا أمبريو هاد دارين كاني كي رئيس الوزراء هيو مامل قبل ديو ده هالكاس تهند أفسيون يكون شرسين هين وحن مقلنا إنه بس هاي محيه دولة عصب أسيجي فاري أسيني دولة عصب عن دسينا اللي هنا مقلنا رنتي مركا سومالي ده حمر دجني كل وي أجيهين أما وي مقلين سنة نو مقلين أو مقلين ما أجيهين رنتي إني وحكي له ذن أما كهر تجانا إلى وناكسن عنجا إيه وحن كلام مقلين فرماجين وبش عالم كود درس ذي ورقد ودرويري وضن كهل قلي الله بصنا أو محي كوب ملجارة شيخ شريفنا وديب أو مارك تانو قان سجت تجا ماشة مركز واتن سلاي مرك رنتي وحن أجينا رنتي هجر دامين بدن أن السوق كوب إنه ماشة سكوضة ee dadka wax gardka ama ciidan haadan ama culimada diin haadan ama dhalinyaro haadan ama ganacsata haadan in runtii guriyooda sidaas lagu dhaxfal lagu dhax sameeynaayeen u jeednaa runtii waa wax laga xumaadaan leenahay dadka hawiyaha iyo dadka halkaas jooga runtii inay ka waantoobaan ahayd ninkan hadii 4 sano ilaahay ma aragta u dhameeyo waxan sanad kale hadana ugu sii dareen runtii inay ku fiirsadaan waa laga wanaagsan yahay runtii aan waxay la tahay rais wasaaruhu inuu nimankan hor fadhiyo waa laga wanaagsan yahay dadku dadka iyo dalka haduuna waxba ka qaban karin inuu xasilaa ila wanaagsan aniga runtii ma aha inuu yiraahdo uu hoos tag nimankan haleela haleegu wareejiyo abniga wadanka haleegu wareejiyo way ogyahay wadan abnigiisa inuu sasugu karin waa ogyahay runtii waxa ila wanaagsan runtii inuu iska xasilaa meesha ila wanaagsan hadii kala dadkii iyo dadka dadkii dalkii hagaar daamo hor la igeliyeen farmaajo iyo faadi yasiin iyo kooxdoodu iyo wixii la shaqeysto dhan runtii maamul goboladeeda uu hor la fadhiyo leeyahay hal waxay sameey karaan waxay si karaan dadna malahan special kuwa koofurta matala ama bartamaha matala ma aha niman maarkta waa niman markii horena xogaban ku xeyd aha meeshana xog lagu geey haddana maarkta antoodaba xor u ahayn maarkta aragtidoodan xor u ahayn maalinta nimanka al-shabaabka gacanta loogu shubay farmaaj runtii waa nin al-shabaabka la shaqeystay iyo maxay ahayd iyo argixis caalami ah ay jirtaa asagu la shaqeysta iyo fahad yasiin ba taas umada Soomaaliyeed way ka wada dhagsan tahay waxa runtii jira dad badan oo Soomaaliyeed ayay ku haya madaxweynaha meesha iska sii fadhiyay intii madaxweyne kale la keenayo runtii inay yiraahdaan aniga way la qaldantaa madaxweyne ku meel gaar ah ma istaahilo waxa weeye waa nin gacan ku dhigle ah waa nin sharciga iyo dastuurka dalka iyo dadka ku dhaqnaayeen ama lagu heshiyay tabayshi raaciye mar hore oo dadkii Soomaaliyeed kala gaabiyay magaalada xamar malaayiin qofood ku laayay iyo bartamaha iyo koofurtaba runtii waxaan maqleynaa madaxteeda waxa jooga ciidamo iska soo horjeeda oo rais wasaaraha iyo asaga kala taabacsan runtii waxay la tahay ciidamo madow ah la keenay baa dhexdhigaya ama la wareegaya madaxtooyada runtii haday la wareegaan xitaa aniga wax macna inay soo kordhinaysaa ilaa ma aan sababto farmaajo laaluushu ayaga naftirkooda kala sii doona uu kala furi doona ciidamada madow xitaa sababto hadda koor markuu qeyre uu ahaa ra'iisul wasaaraha waxaa jirta hebelka mandare linkan la leeyahay inay rikaato ku haysteen hadda koor farmaajo iyo qeyre iyo fahad yasiin rikaatadaas oo ahayd ninkaas gabadh xafiiskiisa ka shaqeynaysa Soomaaliya inuu uureeyay markuu uureeyayna inay gabadhii ka soo wateen ay yiraahdeen haddaan danaheena noo oofinin fadhaxadooda banaankan keenayna waa ku fadhaxeynayna sidaas darteed inuu danahooda kaliya ka shaqeyn jiro uu fuliyo kaliya sidaas oo kale ninkii mamoota la lahaa wuxuu ku aaminsiyay maxay ahayd laaluushay ku aaminsiyay inuu lacag afka looga buuxiyo iyo dad badan oo kaleeto marka runtii kuwa hadii madaxtooyada loogu keeno haddana isaga madaxtooyada laga saarayn runtii waxaan islaahay sheekadaas rais wasaaruhu inuu ka fiirsaday ahayd sababta ah in hadii la keeno kuwa madawga wuxuu dhihi karaa halaygooda kuwa madawga ah waxay weey kuwa Ethiopianka la ii keeno iyo kuwa Eritreanka la ii keeno iyo wax yar oo Soomaali isku jira ama Eritrean wuxuu dhihi karaa Ethiopianka la ii keeno dhihi karaa ha loo sameeyo hadii leeyahay waa intuu rabeeyay marka intaasina marka runtii waa wax laga xumaadaan leenahay inay wali u sii jeedo madaxtooyada special ummada Soomaaliyeedna ay dhagahooda ku maqlaayeen ama ay u jeedaan indhahooda ugu jeedaan hagar daamadii inuu wali halkii ka sii wado oo ayagoo taagan u hadalshay uu ku kordhisay dawlad kale xilligan oo warbaahin badan ay ka qayb qaadanayso sheegayso inuu dawlad cusub dhisaayo waxaan maqleynaa maalin kasta farmaajo barnaamij lagu taageerayaa halka ka dhacay hotel uu ka dhacay
بركة عيال العقل وكيبي حاجة يساق دد دنتو قطبي ور وحاس بوال صور شغاي أمد صوماليات او دقين مقالة مقدشو او طوان يتضواد الدقماء سدح دقماء حتى إنه يكسو بنام بحان ما أودان ميا ووضدكم حيهن ومد محاين وكل حي وربا والله يعني وما حنكوش يا ما 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 أقانه. عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدة ميدي وعلى السلام ورا ليك شرفت له سلام كدب وعن الله هاي هرت الصومالي إلهي هاي اسكو صوت دومان له ما أنتوا ندعيني إلهي هاي اسكو صوت دوم إلهي نقالنا هنقال حبصار إلهي قالنا هنقال حصار ودن كينو سوه شيسي إلهي نقال حصار إن وحن الله هاي إن ليش هان روينا قاعد دايو هرتو معارض كني ما كيسكو شاقينا معارض ما إن نيوك الدولة إن الدولة ما وح معارض إيه كورد اللي يراه ذو إدل فرماجو كورد اسمه معارض إيه معارض ليا كان دكان حيد تانا شيغيسو رويد تانا شيغيسو ولالك يد وحو يهين شيغيسو كوان كان وحي يهين شيغيسو ورويد شيغيسو ماركا معاردك حدي حو شيغيسو واسي إذا شيغتايا وحالا وحي مغالدا لغا قربا يهي وحالا هالينا يهي وحالا سمينا وحا صدر يهي وحالا الدلا يهي وحالا قربوضا يكهد للعايان ويكهدك على ملعايان مالين ايدان ليهين قب 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 ايدا هيا مالين كاسلي ومالين اي لعك ربان مالين كاسل لعك توال لسيا مالك لسيا ماشي كباب ايا وحو دودان مالكا وحو هيا وح داعا ده ايدا الفرماجا كجرت ودال كان داعا ده سومالي راس كمبوني راس عسير وح داعا ده كبدا ساك جرت كواد داس مدحنان من نوبي بكرتان oo dooshay soo gelin kartaan oo mano dooran kartaan taas ameel naga bixineysa wallahi taas ameel naga bixineysa wax laakiin shacabiyaddu dhan waato gabadhaas ka jirto walaalkeed wuxuu yahay maalinka la doortay soo sheegtay ilaa alaana wuu ku dhaw wata qof walaalkii wuxuu yahay oo dhan idin sheegay Soomaali weynay aqlimiina lahayn gabadhaan u yaraysanaysa gabadhan maxaa loo yareysanaya gabadhan ma waalo waa gabad aqoon yahan waa gabad aqlile waa gabad taqaano dhibaatada uu leeyahay dagaalka waa gabad taqaana dhibaatada ay leedahay gaajada waa gabad taqaana dhibaatada ay leedahay dalka qodan qodobtoonkooda laga qaadanayo marka walaalayaal gabadhan waxay iftiiminayso inta ma aqliga saaxiibka ahow hoos u fiiriya hoos loo fiiriyo gabadha maxaa ka qaylisiinaya hal la dhaho yaan loo arkay inay walaalkeed mucaarad ku tahay mucaarad kuma aha walaalkeed kuma aha mucaarad ee runtay sheegaysa ilaahay bay ka cabsanaysaa ilaahay bay ka cabsanaysaa bari keliyeed baa qabriga yaraa iilka ahaaye labada mitir ah la geynaya walaalkeedna wax u tari maayo farmaajo laakiin farmaajo wuxuu yahay bay sheegtay kuwan kale waxay yihiin way sheegtay wax daacad u hadlay gabadhaas ka jirto hadda Soomaali weynay wax dooranaysan gabadhaas hal la doorto taas ama hel naga soo bixinaysa Soomaaliya dhibaatooyinka ka saarayso laakiin dadkan kala dhan wax ay wadan mala niwal bedelihiisu ofsanaya niwal bedelihiisu wata hadda waatana lacagta imaraad kala laha waa lagu loo celinaya waa laga waayay baa leeyahay bangi marka dad la dhacay baan anagu shacabka Soomaaliyeed aan dad waxaan nahay la laayay la dhacay dal caradooda la iibsanayo caradooda la qaadanayaana oo loo qaybiyay Ethiopia iyo Eritrea iyo Mareykan iyo Ingiriis iyo Shiine iyo balaayoon marka walaalayaalow shacabka Soomaaliyeed odayaalka dhaqanka culimada hawl istaag dalka in la badbaadiyo rabaa dalka loo istaago walaalayaalow dalkan in la badbaadiyo rabaa dalkan dadkan way iibsanayaan dalkan dadku ma rabaan dad iyo duyo ku dhaqanta toona dibadahaas ay ka fadhiisanayaan ilmahooda iyaga ay ka fadhiisanayaan ay iska tagayaan lacagta ay ka rujisanayaan bas ay rabaan ma uu qof dadku u danaynay caruurtiisa joogi lahayd
وأصلاً عروتي أنا ولبك ودات كلاقة قاضن لها عروها دي بدها مجلسين قرية دي بدها كمان دستين مركب ولا ليالو سومالي كمان داس هذا الله ضايق واحد الله يسو دي بهالورع نينك اللي هي هذا على السو دي بهالورع بروان دي بهالورع تات كاس كمان داس بروان ملك بروان اللي هي داهر على السو كمان دانو إن الذي يراهدو اللي يراه إدل إذا الفرماجو كورد كبير يسوق عليه يكسر هذا الفرنسي الميدي دب كاس عبدالك الربو دول النمان الربو دلك النان الربو دلك النمال كستلقي سوق الربا إتوبي إلى تري مو الوالسي قيب الوالسي مرك ولا ليالو علوم ماذا علوم ماذا سيب علوم ماذا هاد يعيشوا وعن شرط كان إلهي إنه نقد القادرة إلهي إلهي ثلاثة سرطان إلهينا ثلاثة سنة الشعب كان وحنا لم نقد القادة إلهي إلهي أنت اللي رعب صدق وحنا لم أنت اللي قبنا بحوض تجسي تجسي دم كور كله وقعنا هاي سايستو علم هذا يقضي يا شدق عنك يقضي يا شو وين هك عن أرن كان أرن أدوران كرتان معها نما نقول لها إسكو هاي استو مال بإسكو هاي استان ما هو دول النبي يطل إسكو ما هاي استان يطل أي حاجيان إسكو ما هاي استان إنه بمال بروا إنه قبضته وحقوقه ولا عتب الروا إنه لا خلقه وحب الروا ما هان الدول نما مجرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان هويا كلا هذي والله عليك لما شاء نولش كفي عن لما وحنا نولش لماذا كفي عن مرك قاركو وحنا اللي مثلاً تاني ما أنت حبش اللي يدين كان هويو أنت ضد كارلا إذا كارلا إذا ترب 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 ما عليك است لا عليا وأركتين شعب كلنا حيالنا شعبك وحنا لنا حما أها شرف ولي هاي مثلا شعبك شعبك وحبها ونحنا شعبك وشد عدين وشد عمين والناقها وذا تنتا لمن كان وذا تنتا حشيش كيدوقان هوجي أبا، ما قرنسا، وضك قال ما أسقناه، قال ما أسقناه، يا إلهي وشيء ذا، قالك بوحدة بعد ريال، كان إسكب يقولي قريها إنا يدسان، دين تفافينا يا، إنت سوقف قال يا، تريرت أن تريرت بوحدة، قبلها يوظفونا، إلى نعرف سلامة سبيش إسكب قبسنا ما يصير مكسونته، ساسي عنده يقول أرضية، إلهي سبحانه وتعالى، إلهي سبحانه وتعالى. قف ونعكسن أمومنا أورسن شرق مكانو هالكا أمين بركي هداد مرسو إلهي بي يقول هالكا مرسو هالين بر أنو ميل من مرين إلهي بي إله أفرساع كبضل أفرساع عن بغضا حتى إنه ساعدنا كوفيرنا قبر جنابيسن أو جيقة أو ناشا مرسو شايدانك إيا شدادينك إيا شركبة وإيكا حجابتي رسول كان رسول بنا صلى الله عليه وسلم وإن وشاقي شدادين تكحجاب تاليجري أنو كدقي بس بس معهن ترين ترين تو توصل لهم قال من قال كل قبل وحدة دبس عزة دمر وكل دبس عزة كل يدك كيوجو كتير مو بمركع ترينك الرائعه ترينك كسوي دقي عن ترينك سال وقدقي أصلا قدام الفيرن مو يشيره ويشير ربي ويقول فين ربي مدحة سيرة أو أو ماي جونس أو ماي جونس أو نعطي قروح لبضني ما شاء الله تبارك الله من نعطي قروح لبضني يعني كل إلها نعطي قروح لبضني يعني كل إلها أبي ما شاء الله تبارك الله وقروح بضني هاي الحمد لله سبب طاعة إلهي سبحانه وتعالى لحياتك يقول إيه لما يستري الحمد لله الحمد لله عليه لحياتك يقول لما يستري أو حنقرا يا أن أضنتي الله أحي الله يا وحنقرا يا أن أضنت هذه أحي أذوق أضن ستي أذوق أن أضنك وأحي الحمد لله لحد كيجنا عديد الميس بقصون بوحير إلهي سبحانه وتعالى جل رحمن كورابية سبي والد كي يورا له يوالدين تي إهل ذي ذب أنا غن إله نغرد بنا حريص آمين يا ربي fadlan raayigaaga ka dhiibo oo falanqayn ku samay khudbadii uu jeediyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya dhawaane maxamed abdullahi farmaajo kali taliyaha madaxa adag ee filo Soomaaliya ku jira isla markaasina ummadii Soomaaliyeed markala been u sheegaya
asigoo hore u diidanay shirki wada tashiga qaran ayuu iminka leeyahay waan bogaadinayaa warkiisa maxaa kaaga baxay meel kale ra'yiga ka dhiibanin kaliya farmaajo ra'yigaaga ka dhiibo ummadda soomaaliyeed iyo doorashada qaabkay u socoto ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo guddigii wada tashiga qaran arintooda ma ku soo gabagabayn doonaan afartan cisho oo la qabtay waad mahadsan tihiin fadlan afar daqiiqo ilaa shan daqiiqo halkaas mawduuc oo keliya ka soo hadal haddii mawduuc kale aad gashid waxaa macquul ah in codkaaga aan la soo qaadan doonin dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka